ياه، لو معايا تليفون زي ده. I wish I had a phone like this. I wish I had a phone like this. التمني من الدروس مهمة جدا في اللغة الإنجليزية. لو عايز تعرف إزاي تفهم الدرس ده وتحل عليه كويس جدا وتستخدمه، يبقى الفيديو ده علشانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد سيد كامل MSK من قناة يلا انجليزي، اللي مهتمة بتعليم اللغة الانجليزية من البداية بطريقة مبسطة وسهلة. فطبعا لو انت مهتم بالمحتوى ده بننصحك تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة، وسواء كنت طالب ثانوية عامة او غير كده الفيديوهات دي هتبقى موجهة لك وهتستفيد منها كويس جدا. زي ما قلنا ان التمني من الدروس المهمة، والتمني ده بتعمله بالانجلش باستخدام كلمة wish. I wish او if only. if only. وفي الفيديو ده هتعرف ازاي تعمل تمني في المضارع، وكمان تعمل تمني على الماضي، وكمان على المستقبل، وكتير جدا من الملاحظات اللي هتفيدك. ويلا بينا نبدا. زي ما قلنا في الفيديو ده ان احنا هنتكلم عن استخدام I wish او if only علشان التعبير عن التمني. بس قبل ما نبدا لازم نوضح الفرق ما بين كلمه wish وكلمه hope. كلمه wish معناها يتمنى، وغالبا التمني ده بيكون لحاجه مستحيله او صعبه الحدوث. اما كلمه هوب معناها يامل، والحاجه اللي انت بتاملها دي غالبا بتكون ممكنه الحدوث. تمام كده. كلمه ويش وكلمه هوب الاثنين لو ما جاش وراهم فاعل بيجي وراهم تو والانفينيتيف، يعني هم متشابهين لو ما جاش وراهم سبجكت فتحط تو والمصدر. فاقول اي ويش تو بي ريتش، اي ويش تو بي ريتش، بس انت فاهم من معنى الجمله دي ان التمني ده تمني صعب شويه. تمام كده. لكن لو قلت I hope to be rich انت عارف ان التمني ده ممكن الحدوث، بس خلي بالك ان الاثنين جي وراهم to والانفينيتيف. كلمة wish ممكن يجي وراها المفعول وتحط بعد كده to والانفينيتيف، او يجي المفعول وتحط بعديه النون. يعني wish مختلفة شوية، لو جي وراها مفعول ممكن يجي وراها مفعول يعني، وساعتها يبقى عندك two options ان انت تحط to والمصدر او الاسم. فتقول I wish him to be happy. I wish him to be happy. him مفعول لان ما قلتش هي. تمام، بحط بعديها تو الانفينيتيف تو بي، او تقول اي ويش هيم هابينس اللي هو السعاده نفسها. يبقى اما ويش يجي وراه مفعول بعد كده تو المصدر، او مفعول وبعد كده الاسم. اما كلمه هوب بيجي وراها الفاعل وبعد كده بتحط ويل والمصدر، او بتحط فعل مضارع. هوب يجي وراها فاعل، ويل والمصدر، او تحط فعل مضارع. فتقول اي هوب هي ويل ارايف سون. اي هوب هي ويل ارايف سون. he will ما قلتش him، انت قلتها he، فيجي وراها will والمصدر، او يجي فعل مضارع I hope you are fine. I hope you are fine. تمام. احيانا كمان ممكن تحط فعل ماضي لو انت بتقول يعني أأمل ان هو يكون جه، فتقول مثلا I hope he came، وهنا انت مش عارف اذا كان جه او لا، فتقول I hope he came yesterday مثلا، فانت هنا مش عارف اذا كان جه ولا لا، فبتأمل ان هو يكون جه، فساعتها تحط فاعل بعد كده فعل في الماضي لو انت بتأمل ان الحاجة دي تكون حصلت already. تمام. لكن كلمة hoped نفسها لو جت في الماضي تحط بعديها فاعل بعد كده would والانفينيتيف، فتقول she hoped I would come. she hoped I would come. نحل مع بعض بعض الأسئلة. بيقول he wishes pass ولا to pass ولا passing؟ طبعا مفيش فاعل او مفعول وبنحط to infinitive. he wishes to pass. I hope he are ولا is ولا were good. I hope he is لان بحط will او بحط فعل مضارع، او احيانا بحط ماضي بس هي ما بتاخدش الوير. she hope ولا hopes ولا hoped I would come early. طبعا موجود هنا would فهاخدها hoped. they wish ولا hope me to succeed. طبعا بيجي ورا مفعول to infinitive هتبقى wish مش hope. I wish him succeed ولا succeeds ولا success. I wish him لو جه ورا wish مفعول بحط يا اما to infinitive اما اسم، فبحط success. I wish him success. she wish ولا hope ولا wishes to attend. واحد يقول لي مستر ما هي wish و hope واحد وبيجي وراهم to infinitive، اقول لك لا، بس she بتاخد wishes. she wishes. I hope you will write ولا writes ولا would write to me soon. hope you will write لان بيجي وراها will والمصدر او مضارع. تمام كده. بس طبعا يو ما بتاخدش الاس. تمام. وكان ممكن احط would لو كانت دي hoped.
من الحاجات المهمة اللي لازم تعرفها ان كلمة I wish و if only ما بيجيش وراهم ابدا ابدا فعل مضارع، فما تحطش مثلا am او is او are او can او will او have او play او don't او doesn't، كل ده مش بنستخدمه بعد I wish او if only. فبقول I wish I لو جي وراها فاعل يعني لازم تستخدم فعل في الماضي، سواء صيغته بقى ماضي بسيط ماضي تام would او could وهكذا. يبقى I wish لو جي وراها فاعل مش بستخدم فعل مضارع، فأقول I wish I can ولا will ولا could ولا may play well. طبعا مش هتنفع لا may ولا will ولا can، فأقول I wish I could. She wishes she is ولا has ولا where ولا will taller. طبعا ما بناخدش أي حاجة مضارع، هنقول she wishes she were. They wish they have played ولا will play ولا had played better. ما بختارش اي حاجة مضارع فاختار had played، وده يساعدني كتير جدا في الحل. حتى لو مش عارف القاعدة هعرف ان انا بختار بعد I wish والفاعل او if only والفاعل بختار فعل دايما ماضي. I wish he will ولا would ولا can ولا is be quieter. يبقى I wish he will ولا would ولا can ولا is be quieter. تمام، اسمها quieter، quieter. تمام، فهاخد would. I wish he would be quieter. بس هنا السؤال بقى، افرض جالي حاجتين ماضي، يعني قال لي could would وhad مثلا، اختار ايه؟ ده بقى بقيه الشرح. قال لك I wish او if only بتعبر عن التمني، والتمني ده ممكن يكون في المضارع او في الماضي او في المستقبل. فلو انت بتتمنى على حاجه في المضارع بتستخدم ماضي بسيط، ولو بتمنى على حاجه في الماضي بتستخدم ماضي تام، ولو بتتمنى في المستقبل بتستخدم would او could. تاني، لو بتتمنى في المضارع بستخدم ماضي بسيط، ولو بتمنى في الماضي بستخدم ماضي تام، ولو بتمنى في المستقبل بستخدم would او could. طب ازاي بقى؟ فهمنا، ده اللي هنعرفه في الشيتس اللي جايه. التمني في المضارع، لو بقول مثلا I don't have money، يعني انا مش معايا فلوس، I don't have money. لو عايز اتمنى على الجمله دي هقول I wish I had money، I wish I had money. الله، ده انت بتفكرني كده بحالة if. ايوه، نفس اللي حصل كده هيحصل دلوقتي. I don't have معناها I wish I had، I don't have معناها I wish I had. اتمنى لو كان عندي فلوس. فانت دايما لو عندك تمني في المضارع وانت بتستخدم I wish هتحط بعد الفاعل فعل ماضي بسيط. She doesn't know where she put the phone، هي مش عارفة هي حطت التليفون فين. فاحنا بنقول هي بتتمنى ان هي تعرف حطت التليفون فين، فتقول she wishes she knew. الله، ليه يا مستر؟ ما هو بيقول she doesn't know دلوقتي، فلما حط she wishes اقول she wishes she knew دلوقتي هي حطت التليفون بتاعها فين. They work as teachers، شغالين مدرسين، طبعا ربنا معاهم. فبقول they wish they worked as doctors، بيتمنوا ان هم يكونوا دكاترة. طبعا هم مش دكاترة فبيحصل عكس كده فبحط فعل ماضي. او اقول they wish they didn't work as teachers، بيتمنوا ان هم ما كانوش شغالين مدرسين، فبحط فعل ماضي بسيط عشان بتمنى في المضارع. المثال اللي بعد كده بيقول he is short، هو قصير. he wishes he were tall، يتمنى ان يكون طويلا. طبعا ده عكس اللي موجود، فلو بتمنى في المضارع بستخدم فعل في الماضي البسيط. ولاحظ هنا ان انا بستخدم كلمه وير مع كل الضمائر، وير مع كل الضمائر I we you they he she it. لو كان عندي فيرب تو بي بحط وير مع كل الضمائر. هنا بيقول he can't speak English، هو ما بيعرفش يتكلم انجليزي، فاقول he wishes he could speak English، he wishes he could speak English. طيب يبقى كده لو عند التمني في المضارع بستخدم فعل في الماضي البسيط، ولو ما لقيتش بحط could والانفينيتيف. ولاحظ استخدام where مع كل الضمائر. ويلا بينا نحل بعض الامثله. بيقول she wishes she live ولا lived ولا lives ولا had lived in Cairo now. تمام، احط lived عشان ده مضارع فهستخدم فعل في الماضي البسيط. She wishes I am ولا had ولا where ولا was the chance to marry her، هي عايزة يكون عندي الفرصة ان انا اتزوجها. فهنا بيقول she wishes I am ولا had ولا where ولا was. طبعا مش هتبقى was ولا where لان مش انا الفرصة، ان انا يكون عندي الفرصة فتبقى had. لاحظ المعنى. He wishes he speaks ولا can speak ولا could speak French well. فطبعا اختار could speak لان مش بختار بعد wish فعل مضارع. طيب بما ان انا استخدمت فعل ماضي لما كنت بتمنى في المضارع، لما اجي بقى اتمنى في الماضي هستخدم فعل ايه؟ قال لك تستخدم فعل، برافو، ماضي تام.
فلو قلت I didn't attend the party, I didn't attend the party, أنا ما حضرتش البارتي. فلو قلت if only, أقول if only I had attended, ياه لو كنت حضرتها, يبقى أنا أصلا ما حضرتهاش. فأقول I, if only I had attended, if only I had attended. لو قلت she didn't cook yesterday, هي ما طبختش مبارح, فتقول she wishes she had cooked yesterday, she wishes she had cooked yesterday, بتتمنى ان هي تكون كانت طبخت مبارح. يبقى لو التمني في الماضي بستخدم فعل في الماضي التام. لو قلت I was late last week, I was late last week, هقول I wish I hadn't been late, I wish I hadn't been late, اتمنى ما كنتش ابقى متأخر الاسبوع اللي فات. هنا قلت was بقت في الماضي I hadn't been, في الماضي التام يعني. طب خلي بالك معايا, كلمة regret معناها يندم, ولو جي وراها verb ing معنى كده انت بتندم على حاجة انت عملتها, يعني عملت بعد كده ندمت. فلو قلت I regret buying that phone, يبقى انت اشتريت تليفون وندمان ان انت اشتريته, فتقول if only I hadn't bought that phone, if only I hadn't bought that phone, ياه لو ما كنتش اشتريته, انا اتمنى يا ريتني ما كنت اشتريته يعني, عشان الفعل هنا يعتبر ماضي لان regret verb ing بتدل ان الفعل ده حصل في الماضي. هنا بيقول I regret not phoning my dad, I regret not phoning my dad, يبقى هو ما اتصلش بابا وندمان ان هو ما اتصلش. فلو قال I wish, هيقول I wish ايه, I wish I had phoned my dad, I wish I had phoned my dad, يا ريتني كنت اتصلت بيه. لو قال he wasn't prepared the other day, the other day طبعا معناها ماضي اللي هو منذ عدة أيام مضت. فلو قال he wasn't prepared the other day, هقول he wishes he had been prepared the other day, ماضي بسيط, تبقى انت تحط انت في الماضي الايه التام. فلو قال she didn't buy meat, هي ما اشترتش لحمة, فبتقول she wishes she had bought meat, لو كانت اشترت لحمة يعني, او she wishes she could have bought meat. لو ما لقيتش ماضي تام ممكن استخدم could have والتصريف التالت. يبقى عند التعبير عن التمني في الماضي بنستخدم had والتصريف التالت اللي هو الماضي التام, او could have والتصريف التالت. اول مثال بيقول أمينة wishes she would choose, ولا had chosen, ولا choose another course, this one was very difficult for her. بيقول أمينة بتتمنى ان هي ما كانتش اختارت, او كانت اختارت واحد تاني غير ده لان ده صعب جدا عليها. فطبعا التمني ده في الماضي, فاقول had chosen. كمال missed the bus, هو فات على الباص. he wishes he caught, ولا had caught, ولا hadn't caught, ولا would caught it. هو فاته الباص فاتمنى يكون ايه لحقه, يبقى ماضي تام, يبقى had caught. وخلي بالك ان المعنى هنا مش hadn't, هو بيتمنى ان هو يكون كان لحقه. طبعا كلمة miss معناها يفوتوا الباص, لكن دي معناها يمسك الباص, يعني العكس يعني. I wish I had lent, ولا hadn't lent, ولا lent her my dictionary, she spilled coffee on it, دلقت عليه قهوة, فاتمنى ان اكون ما كنتش ايه سلفته لها, يبقى I wish I hadn't lent, يا ريتني ما كنت سلفته لها. بقى بيقول I lost my pen, فقدت القلم. I wish I have been, was, could have been, ولا had been more careful. واحد يقول لي مستر ما هي تنفع had been وتنفع could have, could have been, could have تصريف ثالث, يبقى اخد had been, يا ريتني كنت اكثر حرصا. بيقول my father wishes he attend, would attend, could have attended, ولا can attend yesterday's conference. وconference يعني مؤتمر, بيتمنى هو يكون كان حضر, يبقى ماضي تام, بس ما فيش ماضي تام, فاختار could have والتصريف التالت. I am short, انا قصير, يبقى I wish I were, ولا am, ولا could taller, مش ده مضارع, اختار انا ماضي بسيط. هنا بيقول I wish I had bought a car, يا ريتني كنت اشتريت عربية. This means ده معناه ايه, I bought a car, ولا I had bought a car, ولا I didn't buy a car, ولا I hadn't bought a car. طبعا ادم هو بحاطط في الماضي التام, اروح انا مختار حاجة في الماضي البسيط, هو اصلا ما اشتراش عربية, I didn't buy a car. اما بقى لو بتتمنى في المستقبل يبقى هتستخدم حاجة من الاثنين, يا اما could يا اما would. يبقى لما تتمنى حاجة في المستقبل هستخدم يا اما could او would, يبقى تستخدم would او could عند التعبير عن التمني في المستقبل. طب امتى دي وامتى دي؟ قالك ركز معي في الكلام اللي هقوله ده جدا. لا تستخدم would بعد I او we. فلو قالك I wish I ما تستخدمش would, we wish we او she wishes we ما تستخدمش would, يبقى لازم تبقى could. يبقى لو قال لي she wishes I would ولا could come soon, غير تفكير, ادام في I تبقى I could. they wish we will ولا would ولا could join them, ادام في we تبقى could برضو.
تمام كده، طبعا ده في حالة المستقبل بس. طيب قال لك بقى لا تستخدم would إذا كان الفاعل قبل وبعد wish واحد، بمعنى لو قال لي she wishes she، they wish they، يبقى برضو لو بتعبر عن المستقبل والفاعل قبل وبعد واحد يبقى لازم تبقى could، يبقى she wishes she could be a doctor، they wish they could build a hospital. طبعا قلشت مني دي in the years to come، طبعا years to come معناها ده ايه؟ مستقبل. طيب يبقى انا كده عرفت امتى ما استخدمش would. طيب امتى بقى تبقى اجباري استخدمها؟ قالك تستخدم would وليس could، يبقى هتستخدم دي مش دي اذا كنا نرغب في ان يقوم شخص ما بتغيير سلوك مثير للضيق. كل الكلام ده ازاي؟ يعني لو في حد بيضايقك مثلا، عمال يدخن، عمال يزعق، وانت بتقول ما تبطل بقى، ما نفسي تبطل اللي انت بتعمله ده، فلو انت عاوز حد يغير من سلوكه هتستخدم هنا would. فلو قلت I am annoyed as you are smoking، انا متضايق انت بتدخن، فتقول I wish you would stop smoking، I wish you would stop smoking، يا ريتك يا اخي تبطل، I wish you would، علشان هنا انا عاوزه يغير اسلوبه. She is always arriving late، دايما بتوصل متأخرة، يبقى I wish she would arrive early، I wish she would arrive early. في غير كده بقى يبقى تستخدم could عادي. مفروض مننا نعرف ايه تاني؟ قالك لاحظ لو انت قلت if I had money I would buy a car، طبعا جملة if ليها نفس المعنى تقريبا، بتقول لو معايا فلوس انا كنت اشتريت ايه؟ عربية. قالك بس خلي بالك انت مع جملة if لازم تكمل وتجيب لي جواب الشرط، لازم تحط جواب الشرط، لكن مع I wish انا بقول I wish I had money، يا لو معايا فلوس، وممكن اسكت على كده، ولو كملت ممكن اكمل زي حالة if التانية بالظبط، انا من عندي ماضي بسيط اكمل هنا would والمصدر I wish I had money I would buy a car. يبقى انا مع جمل if لازم لازم اجيب جملة الشرط، لكن مع I wish هقف اقول يا ريتني كان معايا فلوس وبس، او لو هكمل هكمل زي if، لو عندي ماضي بسيط احط would والمصدر. يبقى اذا كان التمني لشيء في المضارع ممكن نكمل الجملة بwould والمصدر، would والايه والمصدر، وطبعا ممكن لا، لكن مع if لازم اكمل. لو قلت if I had visited علي I would have known that he was ill، لو كنت زرت علي كنت عرفت انه كان تعبان، طبعا هنا had visited تبقى هنا would have تصريف ثالث، تمام. لكن لو قلت I wish I had visited علي انا ممكن اقف هنا، بس لو كملت وانت عندك ماضي تام يبقى كمل زي ما كملت حالة if التالتة I would have known that he was ill. يبقى اذا كان التمني لشيء في الماضي ممكن نكمل الجملة ب would have والتصريف التالت. طبعا يلا بينا بقى نحل اسئلة مجمعة على الدرس. هنا بيقول My dad would like to have a bigger car، عايز يبقى عنده عربية اكبر من كده. My dad wishes he will have had 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 ولا have؟ طبعا will لا، وهاد هاد ده مش في الماضي ومش اختار هاد، تبقى الجملة هاد، علشان بقول هو اتمنى يكون عنده عربية اكبر من كده. My brother is sorry he didn't study medicine at university، هو ما درسش الطب، فبيقول ياه لو كان درس، يبقى هنا ماضي احط انا ماضي ايه؟ تام. studied ولا would study ولا has studied ولا had studied؟ had studied. What a pity that you don't speak French، what a pity that they don't speak French، what a pity يعني يا للأسف انهم مش بيعرفوا يتكلموا فرنساوي. I wish they speak ولا spoke ولا will speak ولا had spoken، ما هم مش بيتكلموا فرنساوي دلوقتي، يبقى انا لما اجيب تمني احط ماضي بسيط. She would like to have more time، هي عايزة يكون عندها وقت اكتر من كده. She wishes she could have ولا had had ولا will have ولا have بس more time، يبقى she wishes she could have. She didn't listen to her teacher's advice، ما سمعتش نصيحة مدرسها. She is sorry now، هي دلوقتي آسفة بس هي ما سمعتش النصيحة، فبنقول يا ريتها لو كانت سمعت بقى في الماضي، يبقى she wishes she had listened ولا has listened ولا listened ولا would listen، يبقى had listened. المثال 19 بيقول They want to tell me what happened، I wish they tell me، هما مش هيقولولي فأنا عاوزهم يقولوا، يبقى I wish they would ولا can ولا would will ولا could، يبقى would، لان انا عاوزهم يغيروا اسلوبهم. وبكده يكون الفيديو انتهى، وطبعا عرفنا ان انت لما تكون بتعمل تمني في المضارع بتستخدم فعل في الماضي البسيط، ولما بتكون تعمل تمني في الماضي بتستخدم ماضي تام، ولما بتكون تعمل تمني في المستقبل بتستخدم would او could، تمام كده على التفصيل اللي احنا قلناه. وطبعا مش هنسى افكرك ان انت تشترك معايا في قناه في جروب الفيسبوك اللي هو يلا ثانويه، عشان لو عندك اي سؤال او استفسار او اي اقتراح
ابعتوا لي هناك وان شاء الله هرد عليك بسرعه او يعني بعديها بشويه. وطبعا لو عندك اي كومنت ممكن تسيبه تحت في الكومنت سيكشن، وكمان تعمل لايك وكومنت تاني وشير وسبسكرايب للقناه، لان كل الكلام ده بيدعمنا نكمل في المحتوى بتاعنا. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.